أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم معكم إبراهيم إدريس عبر آه سلام ميديا ونافذة آدال يسرني أن أقدم إليكم برنامج رحلة في الذاكرة الإريترية في هذا اللقاء سنلتقي مع المناضل الاستاذ عبد الله سليمان عبد الله حمد. عبد الله سليمان عبد الله حمد هذا المواطن الاريتري الذي عبر بتجربته منذ سنه 1948 في رحله سياسيه مضى عليها كثير من العقود الى ان قرر هذا البرنامج ان ينقلها الى مرحله 1980 عبد الله سليمان آه الانسان الريتري آه سنصحبه في هذه الرحله عبر فكره الزمان والمكان وما بينهما التي سيعكس فيها تجربته الشخصيه ومرحله نشاته الى ان عبر بها عبر مرحله العقد الاول الذي ينتهي في سنه 1965 في وطنه في داخل المدن الاريتريه. هذه المرحله ستكون هي عباره عن الحلقه الاولى ومن ثم سننتقل الى مرحله النضال السياسي التي كان فيها المواطن عبد الله سليمان قد انتقل من حياة المدنية إلى الحياة السياسية عبر ثلاث مراحل أساسية تبوأ فيها موقع الكادر السياسي الذي عمل في أجهزة جبهة تحرير إريتريا المجلس الثوري قبل المجلس الثوري كانت المجلس الأعلى هي القيادة السياسية للتنظيم الذي عمل فيه الأستاذ عبدالله العبد الاستاذ عبد الله من 65 الى 72 سينقلنا في حلقات اخرى الى الحديث عن مراحل تطور تجربته في التنظيم. ومن ثم تبوأ الاستاذ عبد الله سليمان من مرحله الكادر الى ان يكون مشرف عام لاحدى المناطق الاساسيه التي قسمت في اريتريا الى 12 مساحه من ال إطار السياسي والعسكري التي تحرك فيه الوحدة الإدارية التي أشرف عليها وتنتهي هذه المرحلة إلى سنة 1977 من 1977 إلى 1981 تبوأ الأستاذ عبد الله موقع قيادي تمثل فيه الإشراف على مكتب العلاقات الخارجية لتنظيم جبهة تحرير إيكتريا بقيادة المجلس التنفيذي الثوري حيث كان عضو ومسؤول العلاقات الخارجية في اللجنة التنفيذية. أهلا أستاذ عبد الله بك في هذا اللقاء ومرحب ونستهلها بأن نعطيك فرصة لقبولك لهذا اللقاء ونتشرف نحن في دار أدال عبر النافذة وعبر سلام ميديا أن تكون ضيفنا اليوم آه والله أنا سعيد آه جدا لهذه الدعوة وإسم البرنامج نفسه ملامح في الذاكرة الإريترية يعني آه الهدف منه في النهاية هذه المعايشات إنه تروى آه شفويا ثم تكون في خطوات الاخرين ايضا يكتبوا هذه الم الملامح ملامح الذاكره الذكريه وكل مناضل عنده مخزن بتاع ذكريات وعنده كثير من الاشياء التي عايشها وساهم فيها وضحى فيها مغروسه في ذهنه يعني ومغروسه في نفسه كمان حتى يعني فانا اعتقد آآ آآ نتمنى لك التوفيق والبدايه نفسها يعني تؤكد بانه آآ بدايه آآ آآ عمليه آآ نقول التوثيق نقول الحفظ كل هذا الكم الهائل من من التجارب في الثوره الاريتريه هذا شيء كبير ونتمنى لك التوفيق و التطور اكثر حتما يعني نستهل هذا اللقاء وفي هذا العمر المديد الذي نتمنى له أن يستمر إلى مراحل أكثر رحابة أن تقبل هذه الدعوة وأن تعقد الرحال من كاليفورنيا إلى ولاية كولورادو حيث نلتقي في دنفر وفي هذا المهجر أنه ما ننسى ذاكرتنا ونحاول نحييها وكما تفضلت أن نقدمها للمشاهد ونقدمها أيضا للقارئ والكاتب كنقاط للبحث طيب في هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج نود منك أن نبدأ بالنشأة أين ولدت الأسرة خلفية المجتمع الحاضن الاجتماعي التي كنت فيها طبيعة ظروف الوالد باعتبار أنه دائما النشء يعني يكون يعني جاء من ولادة طبيعية وتنقلنا إلى هذه الرحلة تفضل أستاذ عبد الله الولادة سنة ألف وثمانية وأربعين ثم انتقل الوالد إلى مدينة تسني وكان يشغل موقع شيخ السوق تسني وطبعا عشنا في تسني سنين طويلة طبعا أنا كنت صغير وبعد طبعا تسني فترة خمسة سنة أو شيء من هذا القبيل يعني ستة خمسة سنة فتعرفنا بالمدينة طبعا ذكريات الصغر ذكرت تماما يعني الجيران والمجتمع نفسه يعني يعني عرفنا ناس ما كنا نعرفهم يعني كثيرين يعني منهم يعني والمدينة طبعا مقارنة لمن تحررت ومقارنة مع الآن طبعا كانت مدينة صغيرة مدينة وديعة مدينة تعيش في رفاء الناس تعرف بعض الناس تعرف بعض وعلاقات أسرية وكانوا في يعني أقطاب في المدينة يعني كثيرين يعني اللي يمثل الوجه المشرق للمجتمع هناك زي عمنا فرج اشقر زي عمنا محمد حامد زي عمنا ابراهيم حدقه و فكنا الحقيقه يعني كلهم مواطنين كانوا ولا مهاجرين للمدينه في 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 مواطنين في المدينه من اصلهم هناك يعني وفي كمان مهاجرين يعني باعتبار تسري كانت أيوة. منطقة بين السودان أيوة. وبين أيوة. منطقة إقليم أو نسميه الإقليم الغربي أيوة وكان في هناك حركة تجارية وحركة اقتصادية أيوة. 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 كثيفة فأكيد بتجيب معها هذا النسيج أيوة طيب في هذه موجودة السودانيين كانوا موجودين أيوة اليمنيين كانوا موجودين أيوة ومن المديريات الثانية يعني أيوة. اللي جاء منذ فترة قديمة جدا واللي جاء بعده يعني لكن متجذرين في المدينة يعني الوالد قلت كان عنده مهمة متعلقة بالسوق الاقتصادي ممكن تشرح لنا طبيعة هذه المهمة وأثرها فيك أنت وكيف تكونت يعني تفكيرك حول هذا النموذج الاجتماعي او النسيج الاجتماعي, الاجتماعي اللي هو عنده طابع اقتصادي وثقافي. اولا بالنسبه للذكريات مثلا حتى الان اتذكر تماما يعني كثيرين من الابناء الاصدقاء ابوي او جيرانا يعني حتى هنالك من التقيت بهم يعني بعد خمسين سنه يعني ما نسيت يعني ما شاء الله يعني العلاقات متواصله أي يعني. ايوه تذكرنا طبعا ايوه يعني مساله تنطبع في الذهن يعني ايوه, أيوه. أنت بالذات انت صغير يعني وظيفه أيوه. وظيفه الوالد كشيخ سوي يعني اي والله انا طبعا في العمر ذاك لم اكن اعرف بالضبط ماهية الوظيفة ماهية الوظيفة لكن كنت أرى أيوة. يعني الناس تتقاضى أيوة. يعني يجوا فيه أيوة. وأنا أتذكر في الاقتصادية أيوة نزاعات الاقتصادية نزاعات السوق ونزاعات أيوة. الريف أو حاجة يجوا وفي جنبه عمنا إبراهيم حدقه ده رجل برضه كان مثقف كان كاتب عدل كان يعني عندك شكوى وتجيه ف بعضهم طيب في هذه الفترة تحصيلك التعليمي كان كيف؟ والله لسه يعني كنت بدأت الأولية وما أعرف كنت الأولية أيوه الأولية الفصل الثاني ولا الثالث و ده معناها سنة كم بالضبط؟ حوالي والله بداية الستينات ايوه يعني آه نقدر نقول لا لا يعني نحن مشينا بدري يعني مشينا يعني لسه عمري كان صغير يعني عمرك كم بالضبط يعني؟ ثلاثة سنين ثلاث سنين حاجة زي كده كان في خلوة خلوة كانت ايوه في نعم. في ايوه شوية لما أيوة. وصلنا زي طيب ننتقل طالما احنا بنتكلم عن الزمان ذكرت لنا من 48 على الاقل آه لغايه ستينات دي المرحله الاولى، هل الوالد عاش في طول العمر ام في آه مناطق اخرى ذهبت اليها؟ إذا بعد عده سنوات آه حسب ما يقولوا لي يعني واتذكر شويه بعد خمس سنوات نقل الى مدينه ام حجر نقل الى مدينه ام حجر السوق أيوة. ايوه ام حجر اللي هي منطقه محاوزه لاقاليم اخرى ايوه اللي هي ايوه لنهر سيتي ايوه وطبعا الى ام حجر تعبر بقلوج وقرقف والكتين ايوه كلها في السكه يعني وإلى الى الى ام حجر الى ام حجر وهي على ضفاف نهر سيتيك يعني نهر سيتيك المدينه اوكي و دي من الناحيه الجنوبيه لل... لي... ليوم حجر ليوم حجر ايوه من الناحيه الغربيه ايوه من ناحية يعني آ... ايوه يسموه شرق ايوه يمكن من الناحيه الشرقيه اظن أيوة. يعني في الحمره في الحمره اوكي و طيب السوق كيف كان وكان كيف في ام حجر بالتحديد ليه الوالد مشى ام حجر طبيعه لو تتذكر دلوقتي م. شويه عمرك كبر وبدات تتبصر للعلاقات أيوة العلاقات أيوة. الاجتماعيه وكذا يعني آه النقل طبعا هو طبعا يكون بامر الحكومه طبعا ايوه ولما جينا هناك برضو يعني ام حجر ايضا يعني مدينه يعني زراعيه اقتصاديه هي وفيها حركه سوق ايوه والولقايت يجوا الولقايت من هم الولقايت؟ الولقايت اللي هم يتكلموا تقرينيا اللي ساكنين في الحمراء و أي في 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 الاقاليم الاثيوبيه ايوه, أيوة. في الاقاليم الاثيوبيه أيوة. ويحادوا السودان طبعا حمدايت وكذا ايوه ادارتهم اداره مختلفه اداره, إدارة مختلفه, إدارة إدارة مختلفة. إدارة أيوة. ايوه 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 فجينا هناك وكانت في غرفه وبرنده للمحكمه هي ايوه وبرضو كان لقينا هناك العم مفتش كان محمد زين ايوه حتى تعرفت على مع اولاده وكانوا في برضو اسره عبد القادر المسلم ايوه وأسرة ناس حسن مسلم و... أيوة. ايوه نعم أيوة. نعم وناس أيوة. أشول. أو أحمد اشول احمد اشول احمد اشول ايوه احمد اشول أيوة. كان درس معنا في القاهره وحسن مسلم درس معنا في القاهره ايوه ايوه وكانوا اعضاء الاتحاد العام طلبه الفيو بالمناسبه ايوه 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 وبرضه يعني اسر ثانيه وزي ما قلت يعني طيب بالنسبه للتعليم اتعلمت انت في اللحظه دي؟ ايوه في اللحظه دي يعني القران بدات في في في, في تسني أيوة. وبعدين هناك يعني بدانا واصلت شويه لحد ما كان في, كان في مدارس اوليه؟ في ايوه مدرسة يعني مدرسة أولية ايوه ايوه أولية. المنهج كان ايه؟ منهج المنهج كان يعني منهج بخت الرضا والله ما حتى كان يعني كان بالعربي بالعربي ايوه ايوه وبرضه يعني شويه انجليزي وكده ايوه ايوه, لكن أيوة. فانت درست الابتدائي في المرحله دي ايوه ابتدائي طيب أيوة. بعد مرحله ام حجر ما كملت كاسره تحركتوا بعد مرحله ام حجر الحقيقه الوالده كانت معاكم؟ ايوه الوالده ممكن نعرف اسمها تعرف؟ ايوه الوالده, <applause> الوالدة كانت معانا اسمها رحمه حجي صالح ايوه وفي اخوي كان ايوه يعني آه من ام حجر الاسره آه. كلها كنا اربعه بعدين الوالد آه عانى من مرض وإخوانه جو بعد ما شوية اشتد فيه حبتين أيوة فترة قصيرة هي الحقيقة يعني احنا بنتكلم عن فترة زمنية من 48 لغاية سنة كم حس فيهم حجر؟ نحنا نحن لحد اه 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 نقول اه يعني 57 كده من 48 ل 57 أيوة. اوكي, أيوة أوكي. أيوة طيب بعدهم حجر مشيتوا بعدهم حجر جو اعمامي ايوه اثنين وسمعوا طبعا الخبر وجو واخذونا كلنا ايوه كلنا نقلونا الى مدينه كرن المدينه اللي تربيت فيها ايوه ايوه رجعتوا لكرن رجعنا لكرن ايوه على اساس انه يعني ينقلوه الى اسمر المستشفى ايوه و نقلوه الى اسمره ونحن استقرينا في كرن عندنا بيوت طبعا طيب عندكم بيوت في أيوة في, في كرن أيوة. في طيب في كرن واصلت التعليم؟ ايوه واصلت طيب دلوقتي م. ننتقل لحسن انت الخلفيه الاسريه م. والخلفيه م. اللي انت نشات فيها وانا لفت انتباهي انك انت كنت جنب المحكمه م. وبتسمع عن المحكمه والعرض م. حال والقضايا الموجوده والخلافات م. فيبدا نظن اكتسبت بعض م. القدرات السياسيه في المرحله دي كزول يتفهم الخلاف وكيفيه معالجته واهميه القانون. طيب درست الاوليه هل وصلت لمرحله الوسطى؟ وصلت لمرحلة الوسطى في كرن ايوه و... سنه كم الوسطى تتذكر؟ الوسطى يعني زي ما تقول ستينات أيوة, ستينات ايوه ايوه يعني المدرسين مين كانوا مم. المشهورين في المرحله؟ دي. والله الناظر طبعا كان ناظر المربي مربي الاجيال الاستاذ أه في الاوليه كان الاستاذ أه نور سرق برهان ايوه أستاذ نور, نور سرق برهان ايوه ايوه ومدرسين كانوا تتذكر يعني اسمائهم؟ ايوه ديس أيوة. حنيت وقبل ربي أيوة. وعبد الله علق واسماء الاستاذ علي, على البخي ايوه انا حقيقه ديس حنيت اللي هو كان سفير من اثيوبيا أو لا, لا لا اسم هو اه اسمه اسم. أيوة. اسمه أيوة. آه انا أيوة. بعدين سالته برضه ايوه قلت حنيت هم نفس ايوه ايوه صالح أيوة. حنيت وعلي علق ايوه قالوا لي لا اسم أيوة. هو ايوه وكدا. ايوه وبرضه استاذ نذكر لي سيدنا بلال ايوه ايوه شو اسمه وكنا طبعا مجموعه طلبه ما شاء الله تتذكر الطلبه من الطلبه اللي كانوا يدرسوا معاك في الفتره دي؟ والله اتذكرهم كلهم أيوة. يعني في ناس حام السيد حام السيد ايوه, أيوة. الحقيقه الاخ حام السيد أه. هو الان موجود في الرياض وكان يعني دائما يعني يطلع الاول ما شاء الله عليه وكانوا <applause> متميزين ابادر عبد الرحمن ابادر عبد الرحمن ايوه ياسين اسماعيل محمد الشيخ عبد الجليل ايوه المواد اللي كنت تدرسوها محمد الشيخ عبد الجليل المناضل ايوه ايوه كان معاك ايوه أوك. نعم اكبر منك سنا ولا زغ... ولا في سنكم؟ والله في سنكم متقاربين أنا أقول متقاربين. أبو أيوة رحمة الله. شوية. رحمة الله. أيوة. زميلك استمر معك في النضال برضه. أيوة. نعم. أيوة. طيب المناهج اللي كنتوا تدرسوها أو المواد م. اللي كنتوا تدرسوها في الإعدادي في الوسطى كانت إيش؟ والله كان كل. عايزين نعرف التحصيل. المعروفة. أيوة. المواد. أيوة. المواد <applause> المعروفة زي التاريخ. أيوة. والجغرافيا. أيوة. واللغة الإنجليزية. و في في علوم زي الفيزياء او الاحياء كان في هنايا التركيز يعني في هنا الرياضيات الرياضيات ايوه كان موجود مدرسين البيسكورس ودول ما جوكم كانوا والله لا نحن ما جونا لكن برضو درسنا الامهريه كان درس الامهريه ايوه مدرس اسمه جابوه ايوه طيب أنت في المحر... اللحظة اللي أنت درست فيها أيام الحكومة الفيدرالية الإريترية صح بدأت فيها أيوة ومتى بدأ الوجود الإثيوبي وتبدأ اللغة المهرنية تفرض نفسها في تعليمكم والله من يعني من أعتقد إلقيت اللغة العربية ممكن تحكي لنا عن الوضع السياسي في المرحلة دي آه يعني كيف كان إحنا اللي فهمناه الوقت ذاك حسب استيعابنا وقدراتنا انه نفهم ما يحدث يعني لانه ابهاتنا واخواننا الكبار الشباب هم اللي كانوا يقوموا بالعمل السياسي العمل السياسي لكن نحن نلتقط يعني من هنا وهناك ومهتمين يعني تتذكر أيوة ملامح يعني الوضع السياسي كيف ايوه والله نحن كنا طبعا كنا نشوف الـ الـ الاخوه الكبار اللي امثال امثال صالح ياي صالح ياي ايوه ايوه نشوف ادم ملكين ادم نشوف عمر حاج ادريس اوكي نشوف آه... ادم ادريس نور ادم ادريس نور ايوه ايوه يعني كرن يوميا وابراين. ايوه نشوف عمنا ابراهيم سلطان ابراهيم ابراهيم سلطان ايوه, آه. أيوه. يمر بالبيت, بالبيت بتاعتنا نحن جيران سلطان. يعني ف حسب طاقاتنا كان عندنا اهتمام بالله. ايوه طبعا عارفين الوضع خلاص يعني هو انه اثيوبيا دائره سيطرة على البلد وهدمت اللغه العربيه وتجرين. تتذكر ملامح المؤتمر الرابطه الاسلاميه في كرن؟ او ال... لا ما اتذكر ما تتذكر ما أذكر. ايوه ايوه ما لانه كرن كانت حاضنه لنشاطات سياسيه كثيره ايوه سيأسي أيوة. كثير. ايوه لكن وجدت آه طبعا لما رجعنا كرن والوالد مشى اسمر وبعد اسبوع كده يعني توفى توفى سنة كم حوالي؟ يعني 59 كده 59 ايوه 59 توفى هناك و هل استمريت في الدراسة انت ولا؟ لا استمريت. بل... لا استمريت الى لا لا بس من الوسطى انا ايوه ما 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 يعني بدأت ما حياة؟ ما, ما نجحت لانه ما أوكي. اصله ما كان عندي هنا يعني كنت الرغبه في الله ايوه يعني مسائل تحديات الاسره وال أيوة أيوة, ايوه أيوة, كنت اكثر اميل للعمل الحر والتجاره التجاره من ايوه يعني لسه انا ما عندي حاجه لكن ايوه كان دائما عندي زي ما تقول الرغبه, الرغبة دي والحلم ده يعني طيب كان كيف الوضع الاقتصادي في كرن او في اريتريا في المرحله ديك اللي اللي اثر فيك انك تخش في مجال العمل التجاري لا طبعا العمل التجاري في كرن يعني زي ما معروف ايش اه اه اسمه يعني موجود التجار معروفين اه كرن ذاتها كانت منطقة منطقة وسطى يعني أيوة يعني الساحل أيوة هنا أيوة و هنا أيوة, أيوة من هناك أيوة أسمرة والمرتفعات فأكيد أيوة في حاجة جذبتك للمجال أيوة والله هي بس رغبة يعني ما بقول كده بس كهدف كده أخذتها أيوة لكن آه كنت أشوف أنه ده مجال لازم أنا أعمل فيه وأجربه أيوة اشوف يعني طيب كشاب انت مواهبك كانت ايوه انا اتذكر كان في اخ اسمه اخ نبيل اسمه ابراهيم قليواي كان عنده دكان ايوه كنا بجيه هناك فكنت يعني معجب انه هو ذاته يعني اسلوب حياته وادارته للشغل أيوة والعمل أيوة وكذا أيوة. فجذبتك الحياه التجاريه ايوه يعني لانه آه. كان عندي رغبه كنت آه. بناقش معه عبدالله عبد الله في الفتره دي كان عندك اي مواهب كشاب؟ والله آه الوالد اسمع انك كنت, كنت تكتب <applause> آه والله الوالد طبعا آه كان ثقافته العربيه ايوه حسب آه آه شو اسمه عرفتها ولمستها يعني ما ايوه يعني أنا ما اقدر اعمل قياس الوقت ذاك اكيد اكيد, أكيد. و... و... لكن دي الثقافه اللي انتظرها ايوه فلما توفى أه ترك كتب كثيره يعني ايوه ونحن أه مع عمنا موجودين ايوه عمنا أيوة. اسمه ادريس عبد الله حمد ايوه وكان عضو في محكمه كرن ايوه كان يراسها رجل فاضل كده ازماج تلا ايوه هو رئيس المحكمه ايوه ومحمود خليفه حشفير ايوه عضو امنا محمود اوكي عمنا محمود يا عمنا نعم عمت. شفير حشفير و نعرف اولاده احنا احنا أيوة. الجيل اللي بعده نعرف اولاده بناته أيوة. وبناته أيوة. أيوة. ووالدنا وعمنا ادريس عبد الله حمد عضو هم أيوة. الثلاثه ايوه فلما توفى الوالد جاب خشبه و بمسامير طويله وشمعها عشان ما يضيع ال... الكتب الكتب طيب عشان ما كده فانت هتحكي لنا دلوقتي قصتك مع الكتب ايوه شويه يعني تفضل. ايوه ايوه و يعني... الكتب اللي لفتت انتباهك ايش يعني اول كنت تقراها فاتوفى رحمه الله عليه ايوه وانا يعني خلاص يعني شويه موجود في الوسطى وش اسمه ففتحت ال المكتبة الأ... ايوه دولاب دولاب أسود أوكي. كده ايوه قلعت المسامير والخشبة ايوه وبدأت افتش في الكتب مم. اول شيء وجدت عدد كبير مم. جدا من الجرايد بتاع فترة تقرير المصير ادتنا كان فيها صحافة وكان فيها أيوه. جرايد وكان أيوه. بالعربي و... ايوه بالعربي بالعربية كلها كلها بالعربي, بالعربي ومناظرات فيه. وهنا يعني حتى كان في واحد أنا مناظرات في بين الكتاب بت... ايوه والسياسيين ايوه, أيوة. فقريت لي واحد اسمه بعدين عرفت لما جيت اسمع شفته يعني ايوه كان عضو محكمه عليا م. ادم اكدوبي اسمه ادم اكدوبي ايوه اولاده أيوة. موجودين ما شاء الله اوكي ف ما وكده لما جيت كاليفورنيا وكده في اخوهم عنده معرض بتاع سيارات في كاليفورنيا في كاليفورنيا ايوه في لونج بيتش ولقيتهم هناك وبعدين لما سمعت عن دبي وكذا تذكرتها؟ فكلمتهم ايوه كلمتهم عن التجربه حكينا عن التجربه ايوه يعني احنا ما عايزين نجي امريكا دلوقتي عايزين نكون في كرن ايوه و... ايوه ايوه فعلى <applause> كل حال بدات اقرا ايوه يعني قراءه طبعا ما المقاله كانت عن يعني ايه اللي جذبتك؟ والله كله كان في مساله استقلال اريتريا ومساله الرابطه والنضالات والشباب الرابطه فلفت انتباهك ال لفت انتباه أيوة, ايوه نعم و... فمعناها في الحياه المدنيه اللي كانت ايام الحكومه الفدراليه كان في هناك صحافه، كان في حوار، كان في ناس ايوه بيكتبوا فلقيت الارث ده بدات تستفيد منه ايوه يعني دي ملامح تطور الوعي ممكن تقول للقضايا السياسيه أيوة صحيح لانه يعني لما ابتديت اقرا ايوه يعني دي مرحله انا ما حضرتها مرحله فتره تغيير المصير اوكي اوكي وخير يا يا. ما حضرتها ايوه لكن كده كونت فكره ايوه فكره كونت صوره يعني ايوه كونت فكره وناس باطوك كانوا يكتبوا كتاباته ايوه وناس كتر يعني. باطوك كان يكتب عن ايش؟ برضه نفس في نفس الموضوع في نفس المجال في نفس المجال ايوه ايوه, أيوه. 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 طيب المقالات اللي م. انت لفت انتباهك ذكرت لنا، هل أنت حاولت تكتب؟ والله أنا آه طبعًا القراية آه بتاعي طبعًا كانت دائمة وكده ولكن عشوائية أيوة حتى أنا ماشي المدرسة المدرسة الوسطى يعني آه لو لقيت آه قطعة من جريدة آه الوحدة ولا أيوة الزمان كمان كان الزمان. أيوة الزمان لا أيوة جريدة كده واقع بشيل أوكي بشيلة وأنا ماشي المدرسة بقراها بتقراها يعني. أوكي شوية فطبيعة القراءة كانت أيوة أيوة ف... أيوة فمرة يعني يجونا طبعا أهلنا أقاربنا وكده أيوة من زي ما يقولوا من أرض بيجوك يعني أرض بيجوك أيوة أيوة. أيوة ويقضوا حاجاتهم ويرجعوا لكن في بعض الأيام أيوة يكون عندهم مثلا قضايا في محكمه ولا كده يبيتوا يبيتوا معاهم يجونا يعني أيوة. عندهم مجلس في البيت بتاعنا ايوه, يجوا أيوة. هناك وانا أود لهم جبنه والعشاء ايوه وكذا أيوة. واقعد معهم أيوة. كنت احب كمان اقعد مع تقعد مع الكبار, الكبار السنة السنة أيوة. ايوه انت طبيعه الاستماع والمجالس والحوار دي تعلمتها من انت ومحاجر ومحجر أيوة وكذا أيوة. فكان اصبحت طبيعه مني ايوه حقيقه <applause> الكبار دائما كنت احب تجلس جنبهم اقعد معاهم يعني أيوة. ايوه وفي ذات في اعمامنا كذا عرفوني ايوه و... وكذا بدا يغزو ايوه يعني ايوه يقول لي ليش تقعد مع أيوة. الكبار وكبار. أيوة, أيوة. فبسمعهم يحكوا عن لما دايرين يجي الخليفه يعني ايوه انه هم دايرين بذور بذور ايوه للزراعه ايوه ودايرين شويه سماد ودعم سلفيات أيوة. أيوة. أيوة ايوه وكده يشتكوا سمعتهم ايوه كلامنا بقى آه تكرر كل ما يجوا وانا امشي وابعد ما اسمع نفس يعني نفس الاشكاليه أيوة, ايوه كنا ودينا ايوه آه ويتكلموا ايوه اثرت آه آه فيك المسائل؟ عن التجار اثرت طيب هل دي وصلتنا لنكتب حاجه نقول أيوة أيوة, ايوه ايوه, نعم ايوه فقلت احاول قلت كتبت مقال بعنوان الفلاحون أيوة وجشع التجار الفلاحون وجشع, وجشع الشبكة التجار, أيوة. أوكي ده عنوان عنوان للكتاب ده أيوة, ايوه <applause> فقبلها كنت مشيت اسمرة ورجعت كده بس زيارة ايوه وجيت هناك وسالت اصحاب عندي اصدقاء كانوا ايوه هناك من كرن هم أيوة. وبعضهم من مصوع وفيهم تتذكر اسمائهم؟ آه، ايوه عبد المنان آه، كان باي بشير ايوه وابراهيم دليس سدا كرار ايوه و عمار باهو عمار باهو اوكي و... عمار باهو في ايطاليا ايوه واخونا و... و... برضو برضه حلم لويس حلم لويس من اغردات أيوه. اوكي فات. اوكي ايوه سعينة. ايوه كلهم كانوا في اسمره في اسمره أيوه. ايوه يدرسوا كده أيوه. كذا أيوه. انا طيب ده ساعدك في ايه؟ انا المهم قلت لهم وروني انا ما بعرف مقر الجريده ايوه فهم استغربوا يعني قالوا لي انت عايز ايه من الجريس ايه وكذا، لا انا عندي موضوع وكذا عمرك كان كم عم عبد الله بالفدرية. والله يعني نقول حدود 16 ونص ولا خلاص معناها دي مرحلة النضج يعني ايوه النوضج. ايوه 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 طبعا هي محاولة, محاولة لا انا بسأل السن لأنه يعني داير اربط بين المكان أيوه. وبين السن بين الزمان وما بينهم زي ما قلنا ايوه فالمهم مشيت هناك ودخلت المكتب و استناني رئيس التحرير طبعا بشيف بشوفه في الجريده اسمه الاستاذ الامين كرار الاستاذ الامين كرار لكن يعني ما كرار. ما بعرفه ما بتعرفه شخصيا ما شفته دخلت والورقه ماسكه في يدي وكده سلمت عليه وقلت له استاذ الامين يعني كتبت حاجه قلت له ايوه لو لو بقت تستحق يعني ارجو انك تنشرها تنشرها ايوه فدي لانه كانت اول يوم احنا نتكلم أتف... عن المقاله اللي هي الفلاحون وجشع وجشع يعني. التجار هي. و قال لي كويس وانا واقف يعني بس م. خلص طلعت كنت متهيب ذاته يعني <applause> متهيب <المرحلة> من المصري <applause> انك أيوه. توصل للمرحله دي وتكتب زملائك ذاته استغربوا ذاته تعبت يعني كنت أيوه. متهيب كده لما دخلت فيه وهو قاعد في أيوه. مكتبه ايوه وقفت وكده ايوه ما حبيت اطول في الكلام قلت له استاذ الامين شويه حاولت كده ايوه اذا تنفع يعني اوكي طيب. وصلنا للمرحله طلعت يعني. أي يوم الاثنين طلعت اوكي انا قدمتها يوم الجمعه يوم الجمعه؟ يوم اوكي طلعت على طول في الجريده بتطلع كله يوميا هي. يوميا ايوه اوكي طلعت يوم الاثنين ايوه ايش الوحده طبعا صفحتين ولا ثلاث صفحة عربية وثلاث صفحة كده هنا ايوه اظن نتذكر السنه كان كانت كم؟ يعني آه ف... آه كم يعني كم وستين تقريبا 62 كذا انا بقول الكلام ده لانه مم. لو مش أيوة. في اركايف الناس اللي حيفتشوا أيوة. يمشي يفتشوا على المقاله دي أه والله لا في البحث يعني ايوه صحيحه أيوة. دي, دي 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 بتفيد يعني. اخرين يعني المهم. اتفضل و... كيف كان وقع عليك و... لا لا وقع المقاله كيف كان عليك لما طلعت انت في الدنيا. لا لا والله يعني انا ارتحت لانه شويه دي شفتها قضية هي يعني قضية بالأساس أيوة. يعني مش مسألة المقالة وأنت تطلع لا أيوة. الموضوع نفسه أيوة. يطرح هذا كان موضوع يهمك أيوة. معناه أنت كنت متعلق بال... بالفلاحين بال... بالمطالب وقمت بدورك يعني أيوة. بدأت تسمع عن الح... أيوة. المشكلة دي كذا مرة الى ان وصلت انك تكتبها أيوة. وتخليها قضيه مطلبيه أيوه. وطبعا الواحد كمان كان متاثر يقرا المصور واخر ساعه ايوه وهنا كنا نشتري من الجريده المصريه من مكتبه مكتبه بحمدون في مكتبه بحمدون ايوه طوالي كنت ما. بشتري ما ب... بحمدون ال... الان عندهم مكتبه في ينبع في السعوديه ابنائهم برضه أيوة. استمروا أيوة. في وراثه أيوة. العمليه دي أيوه. كان زي ما تقول كان صغير كده بالشباك هو كمان ايوه عندهم فاتح كده أيوه. أيوة. فطبعا الاصلاح الزراعي في مصر وزي متأثرين و... انتوا بكتاب يعني كان ايوه حاجه زي كده ايوه كدا. وحتى في كرن كمان كنا نقعد في قهوه اثنين شركاء هم ايوه لو ما ذكرت اسمها ف... ايوه ايوه معروفه هي ايوه نجي هناك كل يوم الجمعه ونتجمع الجماعه كده ايوه عشان نسمع ال على... المقاله الاسبوعي بتاع محمد حسنين هيكل كنت تتابع بصراحه تبقى. ايوه بصراحه كنت تتابع ايوه ايوه نعرف وقته وكل حاجه في راديو كبير ايوه في الجهوة. نجي هناك نبقى. يعني صوت العرب كان اتصلكم ايوه تسمعوها البي بي سي ايوه, الـ أيوة. الـ اوكي أيوة. فدي دي هي م. مصادر الوعي أيوة. اللي كنت بتكتسبها فالمهم لما طلعت المقاله وكده ايوه يعني ناس كرن برضه ايوه اطلعوا عليها وكله. فشجعت احس شويه. القبول، شفت القبول وشفت صدى أيوة. المقالة أيوة. والموضوع نفسه. أيوة. في ناس ناقشتك حولها؟ ايوه ف والله انا ما برضه خالي ايوه الله يرحمه الله يرحمه يعني كان من كبار التجار كان في المدينة. ايوه اسمه؟ فابراهيم حجي صالح ابراهيم حجي صالح أيوة. ما شاء الله ايوه, أيوة. فااا انا فايت ايوه في الميدان بتاع المسجد والمخازن بتاعه ايوه من زمان يعني أيوة وهو يقعد بره في البرنده كبيره ايوه في الكرسي وكده اسلم عليه فجيت سلمت عليه وقال لي يا اخي انت يعني تدخل في المسائل الكبيره دي والكتابه والتجاره يعني ما يا انا اقول احسن يعني آه. تركز تركز في في زي ما تقول تعمل كده عمل يعني تجاري أوكي. حتى نحن اوكي مستعدين قال لي نساعدك يعني في في, ال... ناي. في شنو؟ في, في العمل ساعدك التجاري في ايوه في اوكي العمل. أيوة. في العمل التجاري كده حاجه يعني ايوه ايوه وباللفظ أيوة. كمان دكان وكده ايوه وكده والله قلت له يا خال انا طبعا ما يعني آه ده ما ما شغلي ولا حاجه لكن ايوه بس جاني كده ايوه و وكتبته كده حسه شجعته ايوه فجماعه عندنا شله احنا كده اللي كنا ندرس وزمان خلاص الوسطى انتهت حسي امم و فكنت احضر حلقه بتاع درس في مسجد كرن ايوه ذكر الشيخ؟ كان ايوه محمد ادم يعني أيوة. ايوه درس العصر كان ولا؟ في العصر ايوه درس العصر ايوه, أيوة. بدرس درس العصر كلنا درسنا درس العصر عشان كده بتجي في زيننا على طول أيوة. درس العصر أيوة. ايوه يعني الكتاب عشماوي والاخضري وكده ايوه آه ناخذ ومواظبين خالص في يعني. الفقه والحديث و... ايوه ايوه برضه من ضمن الحاجات طوالي كنت امشي م. الحوليه مش براي ناس ايوه مع لكن برضو كنت احب المدح المد... المدح ايوه ايوه المولد النبوي ايوه, أيوة, أيوة, أيوة كده أيوة. فجماعتنا كده يعني هنا يعني مزاحا وكده يقولوا لي أيوة سيدنا روز سيدنا كدا. سيدنا روز يقول روز ايوه, <applause> أيوة. روز دي شنو دي يعني؟, رز يعني رز. أيوة أيوة. روز يعني آه روز الحوليه بتمشي الحوليه تاكل الرز ايوه طيب المقالة المقالة اللي انت كتبتها عن التجار والفلاحين والجشع هل دي يعني في حد اتطرق لك فيها غير خالك في في أيوة أيوة نعم في واحد عمنا برضو اتطرق اه معاي فيها أيوة تلمسوا فيها شنو لا يعني قالوا لي دي مسائل كبيرة هي أيوة يعني وما في داعي يعني انت تخش فيها حسوا يعني الموضوع واثره ورد فعل الاخرين وقوه الـ الـ الحجه أيوة اللي انت طرحتها أيوة أيوة وانت تحكي عن قضيه حقيقيه بتاعت أيوة معاناه بتاعت أيوة الناس أيوة أيوة طيب ده قادك انك تكتب مقالات اخرى؟ والله بقى شجعت ديل عشان كانوا يقولوا لي سيدنا روز وكذا ايوه اصدقائي وكذا فداير اوريهم لقيت كتب عن تاريخ الاسلام ايوه والحضاره الاسلاميه وكده ايوه ففيها حاجات مثلا انه المسلمين اخترعوا البوصلة ايوه والساعة ايوه وفي الطب ايوه ادوية ايوه واشياء كده فالموضوع ما حولية وبس يعني ايوه حولية. ايوه ايوه فكتبت مقال بعنوان كان الاسلام روحا عظيما في عالم الاكتشاف والاختراع ما شاء الله فده كان رد فعل للتهكم أيوة أيوة بتاع زوجها أيوة دفعك أنك تكون في الجانب أيوة الإيجابي نعم أيوة وتكشف أن الإسلام ده أيوة يعني ما حولية أيوة ولا نعم هو رزق أيوة لا هو يعني, أيوة فكر, يعني فكر سماوي ورسالة أيوة وبتحوي في داخلها يعني العلم <applause> أيوة ف... لما طلع المقال قلت لهم نفس الكلام ده أيوة يعني إسلام يعني انتم بس يعني المسلمات يعني الحوليات ولا ايوه الاسلام ما كده الاسلام اكبر من كده و حضاره وكان عنده صناعه كان أيوة. عنده طب كان آه. عنده اخترع اختراعات يعني يا. المسلمين يعني <applause> ايوه المسلمين يعني <applause> ايوه, أيوة. يا. واخر مقال كتبته عن حي على حباب في كرم اوكي طيب قبل ما نصل حد حي على يعني حباب كان كان في كم حي حواليكم والله ما مثلا كرن النسيج الاجتماعي عشان أيوة. برضو المشاهد يشوف مم. احنا بنتكلم عن الزمان والمكان المكان ده كيف كان والله حس لو جيت في الجزء بتاعنا أيوة الحي بتاعنا أيوة. أول الأحياء متقاربة هي أسمعها إذا احنا مثلا الحي بتاعنا آه عد عقب عد عقب اللي عد عقب أيوة يمنا في عد حباب عد حباب أوكي أيوة. غزا آه جزء جزء ورغت غزا ورغت شفت إيه؟ حل السودان بحل السودان بيجاي. ايوه آه فوق اللي... جنب الكنيسه فوق ايوه اللي ااا آه حشله حشله هي... ايوه ايوه هي هي احياء كرم بتنوعها يعني ايوه ايوه معروفه كان في مدارس هناك كاثوليكية، كان في كندا قبطية، أيوة أيوة نعم. كان في جوامع، كان في يعني كرن كانت يعني ملتقى لثقافات عديدة. أيوة. حدثنا عن أيوة. جمال كرن ده في علاقاته والنسيج الاجتماعي أيوة والله هم أصلا يعني حسن إحنا مثلا في الحي بتاعتنا كان في مسجد شفته؟ يعني مسجد ده بنوه يعني اعمامنا ايوه على الشنقه اليوم ايوه بنوه في عيال الحباب ايوه في مسجد في حشله ايوه كان في مسجد بتاع جدنا ايوه من الوالده ايوه ابو الوالده حج صالح عامل مسجد في ربوه مرتفعه كده أيوة. في الجبل بتاع بعد السكه حديد بعدين آه والله نحن ذاتنا عرفنا انه آه التعدد في تعدد وفي مكونات وكذا بعدين ده 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 لما طلعنا ذاته من كنتوا تشوفوا نفسكم كحاجه حاجه واحده كوحده اجتماعيه واحده أيوة 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 بدون الفوارق ايوه 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 يعني صدقني يعني نحن حتى الاصدقاء نحن ذاتنا كنتوا مزيج حاجه ايوه شفت كيف؟ ايوه. طيب. لانه كرن مدينه يعني الحقيقه افتكر عندها تاريخ طويل من التعايش والتسامح والتداخل أيوة. و... هناك من يقول في مم. التاريخ الاريتري انه مدينه كرن ومدينه جندع مم. هي الوطن الاريتري في تعدده وتمازجه برضه لو مشيت مصوع نفس الحكايه باعتبار أيوة. انها لو مشيت لي تسني هي نفس الحكاية مم. لو مشيت كرن هي نفس الحكاية أيوة. وغردات نفس الحكاية أنه في النموذج بتاع التداخل للنسيج الاجتماعي ككل يعني بطوائفهم بخلفياتهم بغ... ده صحيح طيب أنت تكلمت عن قلت مم. السكة حديد مم. حديث عن السكة حديد الزور في كرن ذاته والله السكة حديد ده طبعا يعني في محطة أيوة. في كرن وانا يعني سبحان الله يعني قسمه ونصيب يقولوا أيوة يعني حاولت سنة ستين أمشي الأزهر أيوة تمشي الأزهر عشان تدرس أيوة, أيوة ما حصل قبله ركبت قطر أنا ذات أيوة وخلاص جهزت حالي وكل حاجة ومشيت خطة القطر التسيوني ايوه ونزلت في اوداك ايوه الوقت ده كان مدير المديريه عمنا علي مهري علي مهري طبعا جيراننا هم وصديق والدنا حيطه بيننا يعني ما شاء الله ما قلت علي مهري قلت عمنا علي مهري ايوه نعم عمنا أيوه يعني والله الناس كانت تعتبر كل الناس حواليها عمام يعني ايوه نعم ايوه ما دي ثقافة ثقافة أيوة أيوة المدينة يعني ثقافة ايوه, أيوة ولما يجي ايوه لما يجي الله يرحمه اخوه حسن مهري ايوه الفاضل ايوه الرجل دارس و... لما يجي هناك يهتم بينا كمان ليه أيوة فكرت تمشي الازهر؟ والله قلت اتعلم يعني اوكي مشيت بعدين لما وصلت غردان مشيت بيت على بيت على المهري علي مهري فيها أورد... في اوردات في أورد... ايوه ناس. كان ساكن في فوق في المحافظه الجبل ده جبل اوكي ايوه وروني ليه هناك ما معرف جيت هناك و ده في اول الستينات ايوه قبل أسألك... الحادثه بتاعه اوردات قبلها قبل الحادثه بتاعه أيوة. اوردات ايوه قبلها قبل اللي هي الحادثه اللي كانوا فيها ناس أيوة. المهم أنه... ما جه هو ما كان موجود مم. وبعد ما جاء يعني سلمت عليه وكل حاجة وهمني. و الصباح مم. لا والدنا لما ما عمنا مم. عندما يعني لم اعد في الليل يعني ما جيت ايوه انزعج انزعج ايوه يعني. انت ما بلغت الاسره لا لا ما بلغت انت قررت تمشي ايوه عشان تهاجر ايوه لمصر ايوه الشباب كلهم في الفترة دي كانوا يعملوا كدا. أيوة كثير من الشباب ايوه فا اظن سالوا ما سالوا ما. والله قالوا لي شاهدنا عبد الله في محطة البقر. ايوه اللي ماشي ورداد ايوه وكذا فطوال يعني اليوم الثاني الصباح ايوه انا بيتنا أيوة عرفنا انك انت وصلت هناك ف... أيوة, ايوه فاتصل المهم ايوه ولقى علي مهري أيوة. من المحكمه اتصل أيوة. وقال له الولد يعني اختفى يعني ايوه عبد الله قال له لا لا قال له موجود معي قال ليه. ايوه خلاص يا علي اوكي علي رجعوا لنا المهم م. ناداني انت ماشي وين كنت ماشي؟ والله انا قلت له يعني كنت عايز لا الكلام جاء ايوه لانه هو قبل كده ايوه اخذني مصوعه معاه في عطله المدرسه لما كان مدير مدير مصاوعة يعني, يعني انت في من صغرك فتحت على أيوة على اسمره أيوة وانت جاي من خلفيه أيوة أه المدن اللي ذكرتها في القاش وبعد أيوة. كده حس مشيت في مصاوعة فعندك ال 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 البراح بتعلق انك تهاجر أيوة او تتحرك بين المدن <applause> <تصفي كلمته قلت له انا كنت ماشي مصر قلت له. ايوه يعني جيت بغداد عشان اواصل م. وعندي اخ من جهه الام ايوه موجود في القذارف قلت له ايوه حأمر عليه ومنها حواصل ده هو اللي جابني طيب م. عايزين نجيب في الحته دي م. انت من تجربه بتاعه نشأك عندك علاقه بتجربه للوالد وبرضه عمك في واصحاب اعمامك وابوك في مساله القضاء مساله النزاعات مساله حل المشاكل دي بعديها انتقلت الى مرحله بتاعت انك انت تست يعني تستفتح بصيرتك تجاه الكتب وده دفعك لانك تكتب مقالات والمقالات دي ما هي مقالات مقاله على الحباب دي ممكن تشرحها لينا عاد حباب طبعا اللي كتبت, كتبت عنها حبيب. ايوه يعني كنت احس انه تنقص خدمات يعني خدمات ايوه ايوه كيف ايوه ويمكن بالغت او في الكتابه ايوه من كتبت لكن قلت انت تفتكر ماشي في شارع في عاد حباب تخش في حوش معناها ما في تخطيط تخطيط ما في ما في تخطيط للمدينه و ان, أن... انوار ايوه والحنفيات ايوه لانه معناها الخدمه المدنيه آه وبقراءاتك وبكتاب واطلاعك على الثقافه بتاع أيوة. حاولت تنقلها مم. في معالجتها لازمه أيوة آه أيوة. عد حباب ايوه ايوه ف وخلاص اتنشر وجماعه يعني صداها كيف كان صداها كبير كان يعني وتكلموا معاي وكل حاجه ايوه واتذكر عمنا آ... 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 محمد علي فكاك ايوه رحمه <محمد> الله عليه هذا رجل المهيب أيوة. اللي... يعني كان رئيس البلديه ايوه وكذا ايوه يعني آ... ندهليك او ايوه ندهلي معاك؟ ايوه نعم معاك أو... ايوه ايوه ندهلي ايوه ايوه أنا ذاته يعني ذهلت بأنه لا يعني قلت <applause> يمكن يعني زعلان انه ايوه أوكي. أوكي. اوكي لانه ما ما انا ما قلت حاجه في طيب يعني ايه اللي حصل؟ فلما مشينا هنا قال لي والله يا طبعا يعرف هو يعرفك ايوه يعرف انا مش معرفه شخصيه طبعا ايوه لكن شنو؟ مم. انا وسليمان عبد سليمان الله حمد ايوه عبد الله حمد ايوه ده كله أيوة. عارفه يعني ايوه ف قال لي والله قلت كلام كويس وكتبت كلام أيوة. كويس ايوه و... ايش اسمه؟ مم. و قال لي يعني نحن المشكله هي الميزانيه هي قال لي بدا يشرح لك المشكله ايوه معناها القضايا أيوة. اللي انت طرحتها ايوه لقت صدى وصداها من أيوة. يعني مسؤول اساسي آه أيوة. آه زي ده وانت مهاب منه أيوة. انه دعاك وانه بدا يتكلم معك ايوه ده, ده اثر فيك مره واحد. كيف كيف اثر فيك؟ يعني آه لا الهنائي بتاعه كونه انه ينده لك آه ويهتم آه ايوه يندهلي وبعدين ويشرح لك كمان المشكله ايوه يقول لي آه يعني آه نحن ذاته يعني آه ولدنا يعني عبد الله بيكتب سليمان أيوة. لي كأ... ايوه حاجه زي كده أيوة, يعني. ايوه استحسن أوكي. الموضوع ايوه بعدين قال لي يعني كلمني يعني قال احنا أيوة. المشكله هي الميزانيه ولا يعني النقص اللي موجود في عبدالله طيب عبد الله انا هوقفك هنا في الحته دي آه عايز اقول انه من المحصله الاولى دي انت في عمرك بقدر 16 سنة وبقيت توعة وصلت أنك تعمل ثلاثة تكتب ثلاثة مقالات وكلها مطالب قضايا مطلبية قضايا تخص الآخر قضايا تخص الإصلاح قضايا تخص قضية الفلاحين قضية المدينة وشكلها والجشع الموجود في السوق دي أنا بقدر أقول بنهي بها الجزء الأول من هذا اللقاء اللي هو كشفت الآثار آه المعرفية عندك واللي توطنت في تفكيرك كشاب في العمر 16 آه سنة آه المشاهدون آه في هذه اللحظة نقف معكم في هذه المرحلة من العقد الأول في آه رحلة ذاكرة في التاريخ الإريتري مع المناضل والأستاذ آه عبد الله سليمان آه اختصارا للاسم الكبير اللي هو عبد الله سليمان عبد الله حمد ونلتقي معكم في لقاء اخر وانا مهمتي ماسك الدفاتر باللغه العربيه الحسابات الحسابات ايوه كم كان في باصات في في كرن والله الخط طبعا كان في ستاي وكان في بنافر منافر والمنافس دي صعبة الوصول للمنطقة الثانية فتأمينا ليك لازم تمشي السودان فقالوا لك تمشي كسلة أيوة تمشي أيوة. كسلة هناك آه. وتسلم نفسك للقيادة جاي زياره لجدي قلت له بقول اسمه صالح تمويه منك لا ايوه تمويه طبعا تمويه منك ايوه ايوه